الأحجار الكريمة هي أحدى أنواع المعادن والصخور التي صنفت بأنها كريمة ونبيلة. زيد من محافظة الأنبار يهوى جمعها وصياغتها، ويحدثنا اليوم عن هوايته وعن الأحجار الكريمة المتواجدة في أرض الأنبار. بديت الهواية مالتي ب 2014، تعلمت بشمال العراق دورات وأيضا ببغداد. جيت هنا حبيت هاي الهواية فتحتها وقاعد أطور من نفسي شوي شوي، دخلت لصياغة الفضة أصنع محابس، وصياغة الذهب لحيم الفضة، تصليح فضة تصليح ذهب. من أنا وصغير ننزل على الشط أسبح، فعندنا الحصوة بالشط دائما ألقط حصى أطلع وياي، فهم كانوا وياي شلك بهاي الحصى فأحبها من أنا وصغير. هاي الأحجار بالصحراء الأنبار أنا لقيتها، هذا من ينشرخ يصير نفس هذا العقيق اليماني. العقيق اليماني أجود من العقيق مالنا، بس لكن يعني إحنا هم عندنا أحجار وحلوة. أيضا الملاقط، هذا السليماني الملاقط هم موجود بمحافظة الأنبار، وهذا من محافظتنا، وهذا حجر السلوى هم محافظة الأنبار. السبح انواع، اكل السبح العاديه هي اما 1000 و2000 دينار 3000، هذا عندنا احنا الاصلي، تبدا من الخبره يعني مو اي واحد يجي يقدر يعرف هاي السبحه اصليه، لان كل سبحه لها فحص. مثلا الكهرب شلون تفحصه، يطلع الكهرب تحط السبحه بالمي المالح يطوف، اذا مو اصلي ما يطوف. عندك مثلا السندلوس بالوشم بالجداحة ينطيك لون أحمر، عندك اليسر من الضوء عليه ينطيك لون أحمر، فكل سبحة لها فحص وكل سبحة وسعرها. مثلا الخامة القدم النوعية، عندنا مثلا باكستاني تشيكي أوروبي ألماني أمريكي حسب. إن الله جميل ويحب الجمال، لذا تكرر ذكر الأحجار الكريمة في الذكر الحكيم، حيث قال جل جلاله: كأنهن الياقوت والمرجان، وأيضا كأمثال اللؤلؤ المكنون. لقناة سامراء الفضائية علي الآلوسي، الأنبار.